اهلا فيكم في فيديو جديد اليوم. كيفكم شو اخباركم اصدقائي؟ اليوم رح نلعب تحدي انا بيسان. هاي شو ام برنسس. انا حاسه حالي وسمتكت لايك الله عليكي. رح نلعب تحدي مين اكثر. تحدي جديد وحلو كرتو مو من عنا، نحن شفناه ترند فعم نعمله. فكرته انه نحن رح نغمض عيوننا اثنيننا وبيسالونا اسئله انه مين اكثر كذا، مثلا مين اكثر واحد بيعمل مثلا أحلى. كذا مين احلى كذا، ونحن بنجاوب. يعني الواحد فينا يجاوب على حاله وفينا يجاوب على الشخص الثاني، بس نحن ما حنشوف مين الاصدق ونكشف الفضايح. وانا ما فيني اشوف، ما راح اعرف شو راح تجاوبي انت. ما لا ما بتعرف، بعدين بنشوف الفيديو لبعد المونتاج. يلا لبعد المونتاج. والله لا العن ابو اللي نفضتش. هسه نشوف. انا حاسس فيها مقلب لانه الفكره كلياتها ماني مقتنع فيها. اذا اكلت مقلب والله العظيم ارجع اسوي المسبح وجدتكم فيه. طيب رح اسالكم اول واحد هيك سؤال خفيف نظيف ومعروف، مين ابخل؟ وسام يعني شو هذا اللي انت مأشر بينك وبينه؟ على الدليل انه انا ماني شايف. طيب اوكي، شو اسمه هيك بتقرا الفاتحه؟ شو؟ اوكي شو عم يحكي؟ ما شو اسمه نكته شو اسمه مره؟ هي كيف تعمل؟ مين احلى؟ مين ستايله احلى؟ ما في شك. اخ يعني مين اكثر حدا عصبي؟ نايس نايس نايس. بشرفك ياسمين. كثير حلوه كثير غامضه. بشرفك. ايه مغمضه مغمضه مغمضه. اكيد مغمضه. ليش عم تضحكوا؟ حاسس في مقلب. كثير كثير لذيذ. مين اكثر حدا بيخلق مشاكل؟ وسام عم تشوف؟ لا 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 عم بتمايع بطريقه الاشاره، عرفت كيف؟ بس كمان بالاشاره بتمايع؟ بسويها برقصة وسويها. مين أكثر واحد بيساعد أمه؟ بلش. إيه ما بصدق. بلش الكذب. عيني أمه بتساوي لها أرجلتها وبتغسل لها إياها وبتنظف لها. شو دخل؟ خلينا ساكتين. شو دخل يعني؟ خلينا ساكتين. وأمه بتساوي لك تسلاية وقهوة. كنت رايح لعندها زيارة، شو بدك يعني؟ إجلي. مين أهضم حدا؟ متواضع. اوعك 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 تحط على حالك اشاره هلا. مين بنق اكثر؟ لا عم تحكي، لا عم تحكي، ما انت شايفه. لا لا مو شايفه مو شايفه. مين بنق اكثر؟ مين بنق اكثر؟ انا مغمضه عيوني. اوكي اوكي وسام رح اذبحك. وسام رح افرحك. ليك وهلا عم تنق. مين مخه اسمك؟ باللغة العربية قصدك؟ ايه بكل شيء. مين ناجح أكثر بحياته؟ مين غرفته أحلى؟ هاي. مين ممكن يروح على السجن؟ مشان شو؟ يعني انه مبين عليه الشغل مشاكل وانه ممكن يتصل فيك الا افتع طلعني من السجن. مين مفكر حاله شغلة كبيرة اكتر؟ يا الله والله عرفان والله عرفان يا حقيرة. انت صارك صار الدور حقيقي بسام؟ مين طبخه اطيب؟ لحظه كيف تسال هيك سؤال وسام؟ لحظه هدي كم مره مو قلت لك احاس بقى كل مره مو قلت لي طبختها حاس تضحك على العالم. قلت لك شو وسام انت قشرت التوم وشو عملت؟ وانا اللي سويت التتبيله. لك شو سويت التتبيله؟ انت بس حركت لي. اسال مين بيكذب اكثر؟ هو بس حركت لي. سالنا مين بيكذب اكثر؟ اسال هالسؤال ربنا. مين بيكذب اكثر؟ مين اتكالي اكثر؟ ما بصدق. انت جاوب على السؤال بإشارة لإيدك. ما
جاوبت؟ يس اوكي جاوبت معها. مين قلبه أطيب أكثر؟ لأقلك تعالي ما في شك أنا حاسة قلبي نعم أشر علي. أعرف ما أشرت إيدك شيء؟ لا قلبي طيب ما بعمل هيك. طيب مين دمه أتقل؟ ما عرفتي جاوب ولا أنا سكرة بس أنت كده جيب والله. مين في عنده سر كبير بحياته؟ أنا هيك بحس بس. مين معاشرته أحلى؟ نايس. مين مبدع أكثر؟ أكيد عم أشرع حالي وسام. مين يلي كل ما بيشوف حدا بيقول بيعرفه؟ يا الله مريانة. بتعرف أنا عم أشر؟ لوين؟ ياسمين. مين؟ رفيقي. رفيقتي. ما بروح بتعرف عن غير رفقاتي، شو أعمل لها؟ مين يعتمد عليه كفو يعني أكثر؟ اوكي مين بحب الثاني اكثر؟ اوكي والله انا هقول انا فضلك بعد المونتاج. مين نكدي اكثر؟ خصوصي اخر فترة هلا بشتي نايس خصوصا بتفيق من النوم وسام بس يفيق من النوم. نصيحة لكم بعدوا عنه لمدة هيك شيء 20 دقيقة. مين عنده طموح اكبر؟ مين بيهتم بالناس اللي بحياته اكثر؟ ما بدي جواب لهنان ولا هو. مين بيطنش اكثر؟ ملك التطنيش. نعم كل شي صفات سلبية طلعت فيني شبك هون. مين بيحب ياسمين تكت اكثر؟ اي بحبك انا كمان. هيا شرطة هون. مين ممكن يبيع عز رفيق عنده مشان ايس كريم او وجبة كنتاكي؟ ما بتوقع لا انا ولا هو. ارجيلة مثلا. ايه اوكي اهلو. نايس نايس اهلي بيتي عيلتي دنيتي. عيب عيب هالشي عيب. مين مكسور من جوا؟ مين أناني أكثر؟ أوه ابتسم للحياة. تلعب أمو هالتحدي عن جد. لكي حطوني معك يعني أنت شخص لا ينافع الصراحة. حطوني معك لو حدا تامي مثلا كان بيطلع لي هيك بأشر عليك مرة. مولدا أكثر. آخر سؤال. مين أغبى؟ إيش هالسؤال؟ ليش مبين إحنا نوضح؟ لا عن جد السؤال كتير بايخ. أنا برأيي ما نجاوب عليه. أنا جاوبت مش الحال يعني. وسام عم بتجاوب لأنه أنا. لا. أكيد. أنت؟ أكيد أنا وسام يعني بدك تتفقوا فيها. خلاص. أنا شربته. شو؟ شربت هذا. والله.
تحدي هو خلص تحدي اخر سؤال كمان شفتيهن يعني انا مأشر؟ اي شفتك انت عم تأشر شلونك؟ العمل الاضاءة كتير قوية ولا؟ روي روي شوي بس ليه شوي ليه انا اغبى حدا بالعالم؟ نحن مو هيك السؤال كان هيك يعني حسن. هيك على فكرة التحدي من أروع التجارب اللي عملتها باليوتيوب كتير ظريف كنت لأنه مو شايف فما بتعود تهمك الكاميرا ما بتعود تصير تركز بغير شغلات ما بتعود كتير حلو أنا نسيت حتى مين بفيد وترفع مفكر بس هيك بعقلي عن جد؟ بالعرب بتفكر بمعدتك يعني شلون كان التحدي؟ كتير لذيذ على فكرة كمان إحنا كانت تجربة كتير حلوة صار شغلات طلعت كتير طلعت كل شيء بقلبكم ما؟ إيه طلع كل شيء مين؟ مدينة مصاري ما رجع لي هون أنا هيك جيتني الأسئلة أما مين اللي كتب أنا ما دخلني على المونتاج نحن نشوف شو حكينا وشو خفقنا كتير أسئلة بدي أعرف أنت شو وأنا كمان والله العظيم عن جد بس في سؤال واحد أنا بس بدي أعرفه باقي ما تبقى كله وأنا كمان أصلا أكثر مرة بقيت إيدي بإيدك أنت عم تدور هيك بإيدك هيك لا لا كنت عم كنت بدي أعطي لك أسئلة اليوم بخلص البرد تبع اليوم اصدقائي شكرا كثير لوقتكم اذا حبيتوا لهذا الفيديو كمان اكتبوا لي بالتعليقات مع مين بتحبوا نلعبه مثلا مين يلعب مين ومين مثلا طبنجه وحدا بيسان وحدا ياسمين وحدا اي حدا بيختاروا معكم اكتبوا لي مين لازم يلعبوه وانا اسف على صراحتي بس انا بحكي الصراحه دغري ما عندي اي شيء متخبى متشوق كثير اني اشوف هذا الفيديو معكم لما يصير على يوتيوب احبكم كثيرا نشوفكم بفيديو جديد قريب ان شاء الله سلامات